السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، وإياكم ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. آمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه. آمين يا رب العالمين، وأن يبارك لنا فيكم وفي علمكم. اللهم آمين وإياكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، الذنب لابد منه، نسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يتوب علينا من الذنوب. أمين. ولا يخلو أحدنا من معشر البشر من الإنس من الذنوب. هذا فكيف قريب. نتوب وما الكفارات من الذنوب والمعاصي؟ الحمد لله والكفاء والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستكملين الشرفة. أشكر لحضرتك في هذا الباب. أنا أحوج الناس إلى هذه الليلة في الكلام على مثل هذه الأمور، هي أن اقتران المكلف بالذنوب والمعاصي هذا أمر من السنن الكونية، ليس هذا من باب إشاعة أو إباحة الوقوع في الذنوب، لكن هذا أمر لابد منه ولا يمكن الإنسان أن يخلو عنه. حتى الخلاف العقدي بين، طبعا خلاف التطبيق بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدع والضلالة، هل الأنبياء يقعون في المعاصي أم لا؟ هذا الخلاف وارد في هذا الباب. كان المعتزلة طبعا لا يقع في المعاصي، ولهم شبه معينة ليس المقام مقام التفصيل فيها، لكن الحق أننا نقول الراجح في أقوال أهل التحقيق أنهم معرضون لذلك، جائز عليهم أن يقعوا في المعاصي. أي معاصي؟ عندنا كبائر وعندنا محقرات صغائر وعندنا صغائر. الإجماع أنهم لا يقعون في الكبائر، معصومون منها، والإجماع أنهم معصومون من محقرات الذنوب والمعاصي، كان يسرق تمرة أو يفعل من الأمور المشينة التي يعني تقع يعني تخدش بالمروءة. أما باقي السيئات الصغائر قد يقعون فيها، معرضون لها، نعم قد يقعون فيها. وفاصل الخطاب حتى لا أدخل في مرامي مسائل الخلاف، فاصل الخطاب عند أهل التحقيق آية عظيمة أظهرت ذلك بالتصريح أو التنصيص، لم يكن الدليل منصوص عليه، لم يكن الدليل منصوصا عليه فهو ظاهر. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. طبعا أفضل من ذلك أن نقول بعدها لابد أن نعقب أنه إيه؟ ثم اشتباه وتبع عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولذلك كانت منزلة آدم عليه السلام بعد الأكل من الشجرة ونزول إلى الأرض بعدها كانت أرقى عند الله مما كان عليه قبل الأكل من الشجرة. وهذه فوائد جمة في مسائل العبد الذي قد يقع في الزلل ويرزق التوبة وسرعة الفيئة والأوبة لربنا جل في علاه. فده أصل أصيل أن نقول أن الإنسان ما من أحد يخلو من الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وهذا حسنه الشافعي وغيره، قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. والهم هنا العزم، والعزم على الراجح الصحيح يكتب للإنسان، لأن العزم فعل القلب. قال: كان حريصا على قتل أخيه فيكتب. فقال: ما من أحد إلا وقد هم أو هم بخطيئة، أو قال: ما من أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة. من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. أو هنا قال، أنه في الرواية الأخرى فيها دلالة واضحة، قال: من جرائي إنما تركها. يبقى هنا غير العزم على عزم الإيش؟ الطاعة. ما قال: ما تركها من جرائي فاكتبوها له حسنة، تركها من جرائي. والتنصيص في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم، الكل أصوليا النص في العموم، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. جعل الله وإياكم من التوابين. أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ اتفضل يا فندم. الله يرضى عنك. لو سمحت حضرتك، لو أهلي جوزي بيأذوني وأنا ببطل أروح عندهم وبغب الفترة على ما أروح عندهم، ده حرام عليا؟ حاضر. أستاذة منة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة منة معانا ولا لا؟ السلام عليكم. نوطي في الزوم من فضلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، اتفضلي. لو سمحت عايزك ربنا تدعي ربنا ييسر لي حاجة ويصل لي أمري ويزوني الزوج الصالح. يا رب ييسر أمرك وبناته وأبناء المسلمين. يا رب. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، إذا ما من إنسان إلا وله ذنب أو معصية. نعم. فما مكفرات هذه الذنوب والمعاصي؟ نعم. أسأل الله أن يتوب علينا. أمين. نعم. إذا تأسيسا كما قال في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم، كتب قدره الآن، أمر لا مرجع له، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العين تزني الزنا نظر إلى آخر الحديث. وأيضا في حديث الصحيحين، حج آدم موسى، لأن موسى قال لآدم: أنت آدم أو البشر أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له: أنت موسى، موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه؟ أو قال: أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: أتلومني على شيء أو على أمر قد كتبه الله عليها قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ إلى آخر الحديث. فقال النبي: حج آدم موسى. احتج بالقدر هنا على المصائب. ويمكن أن يكون الاحتجاج بالقدر بالذنوب على بعد التوبة منها، هذا شرح آخر سيأتي إن شاء الله في أبواب مسائل القدر في هذه المسائل. الأصل كما أسست حضرتك، المعاصي مكتوبة على الإنسان وسيقع فيها، لا يخلو إنسان من ذنب، حتى الصالحون الذين هم من الأبرار النبلاء الرفعاء لا يخلون من ذنب قط، لكن استتروا ولم يجاهروا، وتابوا وأسرعوا وأتوا بالحسنات الماحية للسيئات. وهذا مدخل لما تريد حضرتك وسألت عن المكفرات. ده في ربما يقول قائل: الله كتب علينا الذنوب فلماذا يحاسبنا؟ إن شاء الله. نسأل الله العفو والعافية. مهمة جدا. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أهلا ومرحبا، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي. ألو. يا مرحب، هاتي السؤال الله يرضى عنك، تفضلي. لو سمحت يعني لو سمحت انا معوقة. إيه معوقة؟ ربنا يشفيك ويعافيك. الله يخليك. يعني يجوز اصلي ولا لا؟ يعني معوقة انا. يا رب يعافيك. انت عندك كم سنة؟ عندي كم سنة؟ عندي 27 سنة. الله يحفظك، في أمان الله. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أستاذ محمد. كيف يحفظ الإنسان نفسه من الذنوب والمعاصي؟ وهل صاحب الكبير يكفر؟ فضل الشيخ بارك الله فيك. إن شاء الله. حاضر، ربنا يحفظك يا رب، فأمان الله. معنا اتصال ثاني، أستاذ عدنان. السلام عليكم. نعم شيخنا الكريم، ربما يقول قائل من كلام حضرتك: الله كتب الذنوب والمعاصي على الإنسان فلما يحاسبه؟ نعم، الله كتب تقديرا، ولأن الله على كل شيء قدير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتنسب لله جل في علاه خلقا وإيجادا، لأنه خالق كل شيء، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. العبد يحاسب على فعل نفسه وهو ما له من التقدير، هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، ولكن بين بأن الحساب والثواب والعقاب مرتب على فعل الإنسان. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا بما، الباء هنا للسببية، بما كسبت أيدي الناس. قال: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فالأصل في هذا الباب أن العبد هو المصلي، العبد هو الصائم، العبد هو المتصدق، العبد هو الزاني، العبد هو السارق، والله خلق كل هذا. فينسب لله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا
واكتسابا. لذلك أنت يعني جررتني جرا سريعا غير متمهل في الكلام على أن الناس في هذا الباب نظرهم إلى مسألة المعاصي ووقوع الناس في المعاصي إلى مراتب ثلاثة: غلو، جفو، وسطية، عدول. الغلو الخوارج والمعتزلة ينظرون للمواقع في المعاصي، هؤلاء الذين لا يرون فعلا للرب، هؤلاء جعلوا العبادة خالقين مع الله، يرون أن الفعل أصلا العبد خالق فعل نفسه، فيقولون المعصية كفر فيكفرونه ويخرجونه من الملة، يستحلون يستبحون عرضه وماله ودمه، وتترى الأفكار الضالة الضحلة. وهذا رأي غير صحيح. لا هذا رأي فيه مصائب، مصائب فاسد، فاسد مردود على وضلال حاجة. مبين من يعني عاث في الأرض فسادا من قد تبنى هذه الأفكار، هذا الغلو. والآخرون على طرف النقيض جفو المرجئة، يرون أن الإيمان لا يضر معه ذنب، مهما يفعل من الذنوب فإيمانه كمان جبريل المرجئة. والخوارج أعدل منهم مكانة، والوسط العدول أهل السنة والجماعة يقولون نعم الذنوب تؤثر سلبا في الإيمان لكنها لا يكفر صاحبها. ده سؤال الأخ محمد، هل يكفر صاحب الذنب؟ سيأتي إن شاء الله. سيأتي يعني. لكن أنا أقصده أن أهل السنة والجماعة عدول، يقولون نحن نضع الشيء في موضعه. هؤلاء أهل الغلو معهم بعض الحق، لتعلم أن كل ضال وكل مبتدع لابد يخلط مع الباطل بعض الحق، كما قال النبي على أن الجن يركب بعضه بعضا حتى يصل مسترق السمع إلى السماء. إذا سرق كلمة وأتاه الشهاب قبل أن يقرقرها في أذن من تحته، أو قرقرها وأتاه الشهاب حتى تستقر ويقرقرها في أذن الكاهن، فيأخذ هذه الكلمة الصدق ويكذب معها 100 كذبة. لكن الأغرار الأغمار لما يسألونه ويأتي بالكلمة الصادقة يقول بعضهم لبعض: ألم يقل يوم كذا كلمة كذا؟ أليست كانت صادقة؟ فيغررهم بذلك. هكذا أهل الباطل معهم بعض الحق، كلمة حق ومئة وعشرات الألاف من الأكاذيب. أم عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا مرحبا، تفضلي. هو أستاذ حضرتك وقتي شوية بس مش مهم، سامعاك. تفضلي يا فندم. أنا عايز أطلب من حضرتك حاجة وسؤال للشيخ. وأول حاجة عايز أقولها أنا بعز جدا للشيخ محمد وبيعجبني جدا أسلوبه، ربنا يبارك فيه يا رب. هو مع شوية شيوخ حضرتك بتجيبهم في البرنامج، ماشي، شوية طيبين. حاجة عايز أطلبها منك يا أستاذ أحمد، اني بتمنى ان الاسئله اللي حضرتك بتاخدها تجاوب عليها كلها في الحلقه، ما تخليش لبالليل ولا اي حاجه من دي، لان انا من حقي ان انا بسالك، حقي عليك انك تجاوبني في الحلقه. وهذا هو الشأن الا في القليل النادر يا ام عمر. هذا هو الذي يحدث بفضل الله الا في القليل النادر، يعني في حلقة العصر أحيانا بيبقى الأذان المغرب. معلش، القليل النادر ده بقى اللي أنا سبحان الله لاحظته، يعني أنا أسفة. طيب حضرتك بقى تأتينا في القليل النادر. حاضر، السلام عليكم، جزاك الله خير. هذا السؤال الشيخ محمد. إن أنا سمعت إن الرسول عليه السلام بعد ما نزل له جبريل في أول مرة إن هو حاول الانتحار، فأنا عايز أتأكد من الموضوع ده، إن هو طبعا كان بيطلع على الجبل وحاول الانتحار، فكان بيسمع جبريل يقول له أنا رسول الله، فكان يرجع تاني لانه كان اتاخر عليه فتره طويله في نزوله ليه يعني. فعايز اتاكد من الموضوع ده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. سؤال، الله يبارك فيك يا استاذ احمد. هذه السؤال. في شيوخ بيتكلموا بيقولوا ان الانسان لما بيتوضى وهو بيستحمى المفروض ان هو بيطلع بره مكان الاستحمام، يعني لان الميه بتملى البانيو فبتكون المكان مش طاهر فيغسل رجله. فانا بقول لنفسي يعني طب الناس ليه تسيب الميه في البانيو اصلا؟ ليه ما تصرفهاش وتنزل ميه طاهره؟ فعايزه دي فيها توضيح، يعني ان انا اطلع بره واكمل الوضوء بتاعي في الحوض عشان فيه ميه مش نظيفه، طب ما هي الميه ممكن تنزل على طهاره، يعني هي نازله اصلا بتطهر الكل اللي بينزل في هل واضح الكلام؟ يعني واضح الكلام يا اختنا، في امان الله. سؤال؟ في سؤال تاني؟ ربنا يبارك فيك يا رب وجزاك الله كل خير. وإياك، هات السؤال. في سؤال تاني؟ فأمان الله. أمة الله، السلام عليكم. ألو؟ أهلاً ومرحباً، السلام عليكم ورحمة الله. ألو؟ السلام عليكم. ألو؟
هاتي السؤال الله يرضى عنك، اتفضلي يا فندم. لو سمحت، انا دلوقتي في يعني مرض الامساك ده، هو عمل لي مشكله في الوضوء، وطبعا ربنا ما بيقبلش صلاه من غير طهور. فدلوقتي المشكله مش في البيت، المشكله ان في غازات كتير بتحصل، فانا العلاج مش جايب نتيجه معايا. فالمشكله مش في البيت، انا ممكن اقدر ان انا اتوضى كل شويه في كل صلاه في كل قرايه قران، بس المشكله ان انا عايزه اسافر عمره، والعمره ما طبعا الطواف هيبقى صعب خالص، لان حضرتك عارف ان الحمامات بعيده عن الكعبه، فما اقدرش ان كل شويه علشان اطوف السبع طوافات واروح للصفا والمروه، طبعا ده هيبقى شق عليا، فاعمل ايه؟ حاضر، ربنا يشفيك ويعافيك في امان الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا حبيب، متعكم الله بالصحه والعافيه. امين يا رب العالمين، وعليكم احسن الله رب العالمين. نعم شيخ كريم، يبدو ان الموضوع هيطول معنا، كنا نظن ان يكون بعض الدقائق او بضع دقائق، لكن هذا حق الموضوع، موضوع كبير، وكلنا نحتاج الى توبه، وكلنا نحتاج الى ذلك. والقول كما قلت ان اهل السنه والجماعه ينظرون بعينين جميلتين، اهل البدع والضلاله، الغلو بعين عوراء، الجفو بعين عوراء. جمع أهل السنة والجماعة بين العينين الجميلتين، قالوا الذنوب والمعاصي تؤثر سلبا في الإيمان، وقالوا لا يكفر بها صاحبها، فيها مكفرات جاءت، وهذا موضوع الحلقة، أن هناك مكفرات. إذن أنا أقفز منه وأتخذ سبيلا واصلا إلى الكلام على المكفرات. قبل أن أتكلم عن المكفرات، لابد من تصنيف الذنوب والمعاصي، بأن الشرع أو الكتاب قد جاء يبين أن هناك كبائر وهناك صغائر. وأنا يعني أعتب على نفسي ثم أعتب على كبار لا يفقهون هذه المسألة، ثم ينظرون عند التقييم ينظرون إلى الكبائر والصغائر سواء في هذا، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. الله جل في علاه لم يسوي بينهم، كيف أنتم عند الحكم على الناس تسوون بينهم؟ والشرع جاء يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين. الكبيرة لا تساوي الصغيرة بحال من الأحوال، كيف أنا نظرتي لصاحب الصغيرة كنظرتي لصاحب الكبيرة؟ هذا خلط وخبط وجهل، والجهل يودي إلى خطأ في الأحكام، والخطأ في الأحكام يودي بعد ذلك إلى التناحر والتضاحر، وأيضا إلى النزاع وإلى فشل الصف، وهذا جهل مركب. ولذلك التئام الصف لا يأتي إلا بمنارات العلم. فأقول لابد أن نعلم في التفريق بين الصغير وبين، لأن الشرع قد فرق بينهم. قال الله جل في علاه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. جعل السيئات هي الصغائر، والكبائر هو الآن صرح بها. قال في السورة الأخرى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إلا اللمم، ففرق، جعل كبيرة وجعل اللمم. فأيضا سيأتي إن شاء الله الكلام عن اللمم في قول أبي هريرة، وابن عباس يقول: ما أسعدني بقول أبي هريرة فيما قال. ففرق بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر السبعة المهلكات، اجتنبوا الموبقات السبع من الكبائر. وقال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالغرض المقصود أن الشرع جاء فرق بين الكبير وبين الصغير. هنا المكفرات أيضا مع التفريق يكون التفريق. فأما الصغائر، طبعا التوبة تجوب بكل ما سبق في صغائر وكبائر، إن تاب كل ما سبق يبدل، وهذا الظن في الله، يبدل كل السيئات بالحسنات. قال الله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات يا رب العالمين. أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. فالتوبة تجب كل ما مضى، لكن أقول السيئات من الصغائر تكفرها الحسنات الماحيات. معيار ضابط كلي، وبعدين الى التفصيل. من الضابط الكلي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اسات فاحسن. عليه الصلاه والسلام. السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. فقام رجل قال: يا رسول الله، لا اله الا الله من الحسنات؟ قال: هي اكبر الحسنات. الله اكبر. هي اعظم الحسنات.
لا إله إلا الله تكفر كل ما مضى من السيئات الصغائر كما سيأتي. لعلنا لن يأتي كل الكلام اليوم والليلة. لا هي المسألة لأننا نبين أن بعضهم غفلوا أيضا. نعم. هل إن قلنا الحسنات تمحو سيئات الصغائر، طب الكبائر؟ قلنا وهناك حسنات تكفر الكبائر أيضا. ده هذا دون التوبة، قلنا دون أن يتوب. يعني هنا الفقيه اللبيب، أنا وقعت في معصية الآن لأنني بشر، أنا ما زلت أقع في المعاصي، ماذا أفعل؟ أتبع السيئة الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا كلام يطول شرحه ولعله وهو من الأساسات طبعا. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، كلنا يحتاج إلى توبة وإلى عودة وإلى أن أنا أول من الله عز وجل كلنا هذا الرجل الله يغفر الله لنا جميعا، يسترنا وإياكم والمسلمين والمسلمات بستره الجميل. آمين. إن شاء الله في اللقاء القادم مع فضيلتكم نواصل مكفرات الذنوب والمعاصي. شيخ كريم صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية. جزاك الله خير. وإياك أم حسن، السلام عليكم يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي. أهلا بك. لو سمحت، أنا في أوقات يعني أهلي بيدوني فلوس مواسم وحاجات من دي، تمام؟ فأوقات بشتري حاجات ليا في البيت، أكل وشرب وحاجات من دي، وبأوقات جوزي مش معاه فلوس إن أنا أجيب الحاجة دي. ينفع إن أنا لما يكون معاه فلوس أخدها منه بس بصورة إن أنا ما أقولوش أنا جبت الحاجة دي؟ يعني مثلا بندر أجيب خضار أو حاجة مثلا بأربعين جنيه، اقول له مثلا ب50، هو بيسالنيش انت جبتي بكام، وارجع فلوسي انا تاني. حاضر. هل دي حرام ولا لا؟ شيخنا يجيبك ان شاء الله يوم حسن. ماشي، شكرا. فمن شكرا. استاذ احمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك، بارك الله فيك وفيكم، بارك الله رب العالمين، تفضل اخي كريم. اريد ان اعرف ما الفرق بين البر والموده. حاضر، فمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا إعضال، هذا سؤال له أسس معينة تتفرع عليها. جزاك الله خير. نعم. لمن يعي ويفقه. بالضبط. نعم شيخ الكريم. لأنه أتبعتها فتوى معينة، فتوى الخطأ يملأها بسبب التخليط بين البر والمواد. نعم، جزاك الله خير. إن شاء الله. أم عبد الرحمن، شيخ الكريم، أهل زوجها يؤذونها، فإن غابت عنهم فترة ولم تصلهم ولم تذهب إليهم، هل تأثم؟ هي إن شاء الله، يعني أنا أقول برهم من بر زوجها. نعم. وبر زوجها واجب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أحق الناس بالزوجة، قال زوجها. وهي لا يستتم لها بر الزوج إلا ببر أبويه، قد لا تكون ملزمة ببر الأقارب، أقارب الزوج، لكنها ملزمة ببر والديه. فيا أنا أقول تفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى أقربائي من أهل مكة من أهل الكفر، قال لكم رحم أبلها ببلالها، ثم قال بلوا أرحمكم ولو بالسلام. رسالة السلام في التليفون، سؤال بالتليفون بالهاتف، ذهاب بهدية سريعة ونمشي، هذا يقوي أواصر المحبة ويسقط التبع من عليها، وأيضا يجعل الأنس والمودة بينها وبين زوجها، يحترم لها ما فعلت لأنها قد وقرت مكانته واحترمت مكانته ببره لزوجه. نعم، جزاك الله خير. هل يقع طلاق السكران شيخ الكريم بإرادته؟ نعم، طلاق السكران الخلاف فيه عريض. جمهور العلماء يرون بأن طلاق السكران يقع، لا سيما أن الوجه الفقهي عندهم في هذا الباب بأنه هو الذي أذهب عقله بيده فضمنوه التلف، جعلوه ضامنا بسبب التفريط. والمزني من الشافعية خرج عن الشافعية في هذه الفتوى، والحق على ما ندين الله، وهذا قول عثمان بن عفان وأيضا ترجيح شيخي الإسلام، أن الطلاق لا يقع، وهذا الذي أدين الله به، رفع عن أمة الخطأ ونسانه مستقره عليه. الآن أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما الأعمال بالنيات؟ بلى. الله أكبر، أين النية هنا؟ أين الإرادة؟ غير موجودة. والعقل مناط التكليف. ماذا قال حمزة عندما شرب الخمر؟ كانت جائزة بعد بدر، وأخذ شارف علي بن أبي طالب شقه نصفين، علي بن طالب بكى، هذا لعرسه بكى، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت ما فعل حمزة؟ قال ما فعل؟ قال فعل كذا وكذا بشريف.
قال تعالى فذهب هو وعلي بن أبي طالب فدخل على حمزة ينكران عليه ما فعل فنظر إليهما هو كان مخمورا كانوا يشربون الخمر أنهارا قبل تحريم الخمر قلت تصريحا فكان مخمورا فنظر إلى النبي وقال من أنتم أما ألستم عبيد أبائي هذه كلمة كفر هذه يقال للنبي هذا الكلام لكن لم يؤخذ عليها الحق نجري هذه الأحكام بهذا الطريق فقط الاستثناء هو مسألة القتل أن يسكر ويقتل يقتل به بس هنا شيخي فعل ما فعل رضي الله تعالى عنه وارضاه قبل أن تحرم الخمر المهم نسخ هذا لكن لا خلينا نتكلم في العلة لأن حرمة الخمر وجواز الخمر منوط بها الإثم لا 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 تقييم الفعل منوط بالإرادة ولا إرادة شرب الخمر عندما كانت جائزة لا يأثم لكنه وقعه الآن فيما لا يحاسب عليه أن العقل غير موجود شرب الخمر بعدما حرمت أثم لكن تعالى للفعل عقله حاضر ولا غير حاضر إرادته حاضرة أو غير حاضرة طلاق السكران لا يقع جزاك الله خير شيخنا الكريم أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور محمد أمين. الأخت منا تسألكم الدعاء لها بالتيسير بفك الكرب وبالزوج الصالح أمين الله يرزقها بالزوج الصالح الذي يأخذ بيدها إلى الجنة وأن تعينه هي تكون خير معين له على 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 الطاعة أمين أم محمد ربنا يشفيها ويعفيها ذكرت وقالت أنا معاقة ربنا يعافيك يا أم محمد اللهم أمين يا رب العالمين 27 عاما فهل لها أن تصلي يجوز لها الصلاة ولا بد أن نقول لها اعلمي أن القريب مبتلى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه وأنا الحمد لله أراك راضية نسأل الله أن يرفع درجاتك عنده سبحانه وجل في علاه الأمر الثاني أما الصلاة فلا تسقط عنك بحال من الأحوال وجب عليك الصلاة ولو أنت نائمة على السرير والأمر الثاني هو أن نقول الصلاة تأتي بها حسب استطاعتك لأن القاعدة عند العلماء لا واجب مع عذر الحديث في الصحيحين عن عمر بن حصين رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله كان يعني يشتكي البواسير فسأل النبي عن الصلاة فقال له النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب شريعتنا شريعة غراء حيثما كان التيسير فثم شرع الله في هذا الباب والأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير فكيفما كانت تصلي حسب حالها ما استطعت الوضوء تتيمم ومن الحائط هذا الراجح الصحيح تتيمم ما استقبلت ما تستطيع أن تستقبل لا تستقبل تصلي حيثما كانت أو حيثما تيسر لها تصلي فإن الدين يسر أسأل الله عز وجل أن يتقبل يا رب العالمين آمين جزاك الله خير آمين. أخ محمد يسأل كيف يحفظ الإنسان نفسه من الذنوب أو كيف يعني يقي الإنسان نفسه الذنوب السؤال صعب نعم شيخي أتراني أستطيع الإجابة وفاقد الشيء لا يعطيه أسأل الله أن يتوب علينا جميعا ماذا أفعل لكن سأنقل عله يفعل فأفوز أنا بالنصيحة مع أنني أغرق في المعاصي الله يغفر لنا ويتوب علينا يا رب العالمين عامة أنا أقول لا يمكن للإنسان أن يحفظ من المعاصي إلا بالله صدق اللجأ لله أعظم السبل من أجل الحفظ من ذلك قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله هذا دليل عام الدليل الخاص في المسألة هو قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك هذا لسيد الخلق أجمعين قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فأول درجات الحفظ هو صدق اللجأ لله جل في علاه بالدعاء اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين الأمر الثاني أنه ينظر في الأسباب المؤدية لذلك فيبطل الخلو بالنفس يبقى لا يخلو الصحبة التي تجره إلى بعض السيئات والمعاصي والتفريط إذا لا يصاحبه ولكن سيهجم عليه وساوس الشيطان كثيرا فعليه بكثرة الذكر والاستغفار وأيضا كثرة النوافل لأن الشافعي وضع لنا ضابطا وقاعدة عامة عريضة مهمة جدا النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل نسأل الله أن يهدي أنفسنا أمين وأن يتوب علينا اللهم اغفر لنا يسترنا وإياكم بستره الجميل أمين آمين يا رب العالمين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نعم أخ اتصل على الشباب في الكنترول في غرفة التحكم سألهم يعني أن أسألكم شيخي كريم لماذا اختص الله عز وجل الرجل في هذه الآية دون النساء أو دون المرأة ما جعل الله لرجل من قلبين في وجهه طبعا هنا لابد أن نفهم شيئا بأن الخطاب وإن كان موجها للرجال فالنساء يدخلن في ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام لكن التفسير نأتي بقى للتفسير
لأنه هو فهمها على وجه هذا التفسير. غير ذلك ابن عباس يقول وغير ابن عباس يقول في أن في قول إن الله تعالى ما جعل رجل في قلب ما جعل رجل من قلبين في جوفه هو أنه المسألة كانت دائرة على التبني على أساس أن الذي ليس من مائي لا يكون منه. فهو كانوا يدعون بأن زيد ابن محمد فأنزل الله هذه الآيات. سياق الآيات كله ادعوهم لآبائهم. بس هذه الآية أصبحت تضرب مضرب المثل. عجيب جدا. مع أن أنا أقول له شيئا يتعجب منه. نعم. شوف أولا الدارقطني هذا من علماء الحديث من أساطين المحدثين. هذا خاتمة الحفاظ في المتأخرين أو هو خاتمة المتقدمين. الإمام الدارقطني صاحب العلل. كتاب العلل هذا كتاب هذا لؤلؤ متناسق كان يمليه كمبيوتري ممكن يهني كما تقولون. إنما هو يملي هذا الكتاب يعني عجب عجاب. فكان يجلس يأتيه صاحب القرآن وصاحب الحديث وأيضا يأتيه صاحب اللغة وهو يفسر لهذا ويتقن لهذا ويراجع لهذا. وبعدين علي بن أبي طالب كان يفعل أكثر من أو عمر بن الخطاب يعمل أكثر من عمل في وقت واحد. هم يتخذون هذه الآية على أنه ممكن الإنسان لا يعمل أكثر من عمل في وقت واحد. وهذا هناك نوادر الله تعالى اختصهم بذلك يسمع ويفهم ويعقل ويكتب. فهي الآية نزلت على مسألة التبني أنه ليس من مائي فكيف ينسب له. جزاك الله خير. أحسن الله عليك. أحسن الله إليكم. أحسن الله رب العالمين. أمين. أستاذ إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي كريم تفضل. أهلا بك يا أخي. سلام للشيخ الفاضل وجزاه الله خيرا عنه. ربي يسعدك ويسعده. تفضل يا فندم. سؤال عن صورة للبيع انتشرت عندنا في الصعيد. رجل يكون معه المال فيأتيه ناس يريدون سلع وهي ليست عنده فيشتريها لهم كاش ثم يبيعها لهم بالتقسيط. صبرا يعني صبرا يشتري ويتملك ويحوز ثم يبيع. نعم تمام أكد عليه. لكن جميع السلع يا مولانا هي ليست عنده طلبت منه ليست عنده هو اشتراها بحر يعني ماله تملكها وحازها ثم باعها بالتقسيط. هذا الذي يريده ده ما يريده. هو نقلها يعني اشتراها فتملكها فنقلها لو هاتف او موبايل او هو يشتريها هو تطلب منه يعني لا يشتري مقدما الا ان تطلب منه السلع. نتجاوز هذا لكن هو اشتراها ونقلها الى محله او الى بيته صح. في اناس يشترون وينقلون الى محلهم ثم يستلمها الطالب اللي هو المشتري. نعم. وفي اناس يعني ياتي بها من المحلات ويوديها للمنزل على طول. نعم. اللي هو طلبها منه. واضح الكلام يا استاذ اسماعيل. فأمان الله. أم مازن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أم مازن. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مرحبا في نعم والله. اتفضل يا فن. لو سمحت أنا كنت عايز أعرف الدبلة للمرأة حرام ولا لا؟ دبلة الخطوبة يعني؟ الدبلة أيوة الدبلة أي اللي بتتلبس في الإيد يعني إذا كانت متزوجة أو مخطوبة أو أي حاجة. نعم حاضر يا أم مازن في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم لعل حضرتك أجبت السؤال الثاني الأخ محمد هل صاحب الذنب والمعاصي يكفر؟ نعم من كان يعني إذا كان على الصغائر فالحسنات تكفر السيئات لقول الله جل وعلا أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي أبدا أعوذ بالله. نعم. هذا ضلال. وأيضا لا يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. بل الإيمان مؤشر الإيمان ينزل بسبب. نعم. بسبب المعاصي. لكن عندنا الصغائر والكبائر فللصغائر مكفرات كالصلوات والصدقات والكبائر كبائر الحسنات تكفر كبائر السيئات وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقات. جزاك الله خيرا. نأتي إلى أسئلة الأخت أم عمر. جزاك. نعم. الله خيرا على النصيحة يا أم عمر وهذا هو ما نحاول أن نفعله والله كل مرة لكن أحيانا كل فترة لما يكون معي سؤال والمغرب هيأذن ماذا أفعل؟ لا ما شاء الله أنت رزقك الله الإتقان في هذا الباب والترتيب. نعم. وذاك فضل الله عليك يعني. نسأل الله والسيد. أمين أمين. نعم ونحن بشر وكل إنسان يصيب ويخطئ. أينا. نعم هل النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار صلى الله عليه وسلم؟ هذا في البخاري أساس ومرسل أصالة. نعم. يعني هذا من رواية الزهري وهي لم تصح. هذه الرواية لم تصح. لم تصح؟ لم تصح. نعم.
الشيوخ هي تقول ان بعض الشيوخ قالوا ان الانسان اذا اغتسل في الحمام او في البانيو اعزكم الله شيخي الكريم وامتلأ البانيو بالماء واراد ان يتوضأ فعليه ان يخرج قدمه من البانيو ويتوضأ او يتوضأ او بقية الوضوء يكمله على في مكان اخر. لا حول ولا قوة الا بالله. هكذا قالت. نعم خلاص هذا هذا هذه مسألة مخرجة على الخلاف الفقهي في الماء المستعمل. الماء المستعمل طهور ام لا؟ طبعا الجمهور يرون ان الماء المستعمل غير طهور، والمحققون من المذاهب كالشافعية والحنابلة و يعني وهذا القول هو الراجح ندين الله به. خلاف الاحناف يرون ان الماء المستعمل نجس، وهذا كلام باطل شاذ جدا. لما؟ النبي كان يتوضا ويتناثر الماء على ثيابه، والصحابه نفس الامر ولم يامرهم بغسله. فهو الكلام محل الخلاف بين العلماء الماء الطهور. طبعا الماء الطهور هو اصل طهاره رفع الحدث او زياده النجس بالماء الطهور، انزل من السماء ماء طهورا. الماء المستعمل ماء طهور ام لا؟ ولا هو الجمهور يقولون بانه طاهر وليس بطهور. طاهر وليس بطهور طاهر. يعني ايش طاهر؟ طاهر يعني طاهر في نفسي غير مطاهر لغيري. طاهر لنفسه غير مطاهر لغيري، يعني لا يرفع حدثا. في الماء المستعمل، الماء المستعمل عند بعض العلماء منهم الشافعيه يقولون هو الماء المنفصل عن العضو في قيد هنا خلاف الحنابلة، هو الماء المنفصل عن العضو في طهاره واجبه. لو مسنونه لا، يبقى طهاره واجبه. المنفصل هذا هو الماء الذي اخذ اثر العباده فيقولون صار طاهرا ولم يكن ولم يصل طهورا، فقالوا لا يستعمل. وهناك قول في الشافعيه قالوا ان هو طهور لكن يترك استقذارا كقول المالكيه، لان الصحابه كانوا في الاصفار يتوضؤون فلا يجمعون هذا الماء ويتوضؤون مره ثانيه بل يتيممون. والصحيح الراجح انه طهور وانه يصح غسل الرجل فيه، والكلام هذا ليس بصحيح. تغسيل رجلك وانت في البانيو لو بالماء الموجود في البانيو، اخذت منه اناء وافردت رجل ووضعت الماء فيه او رجلك في الماء انتهى. احيانا يكون قد اختلط بالمطهرات بالصابون بالشامبو. اذا اختلط يعني بالمطهرات الشامبو الصابون وتغير، يبقى هذا طاهر في نفسي غير مطهر لغيري. لابد الماء القراح. نعم. الماء المطلق، الماء الطهور. جزاك الله. فاذا وجد وفي البانيو الماء الطهور ان غاصت فيه الاغتسال صحيح، والامر قد رفع الحدث بتعميم الجسد بالماء. جزاك الله خير دكتور محمد. أمات الله مسألة الغازات شفاء الله عافاها. شفاء الله عافاها. تم الله عليها الشفاء والبسها ثوب الصحة والعافية. يا رب. وما يبدو أن في وساوس. هي تقول لو أنا في البيت هتوضأ أيا كانت المرات. المشكلة لو هي في الشارع أو يعني. وأنا نقول لها هذا انفلات ريح. انفلات الريح دائما ناخذ أساس المسألة على الاستحاضة. أو في عمرة. ما نعم على الاستحاضة. انفلات الريح هو كالاستحاضة. ماذا الذي عليها؟ إذا أرادت الطواف تتوضأ قبل الطواف وتذهب تطوف وليس لها أي يعني مراجعة لنفسها مما يحدث. حدث انفلات محل انفلات. فالوضوء الأصيل هذا هو لأن طهارتها طهارة حكمية. نعم. يعني هذا الوصف طهارة حكمية. تتوضأ على حالها تلك. إذا أرادت الطواف تتوضأ قبل الطواف. على حالتها تلك. ثم بعد ذلك تطوف. تطوف السبعة أشواط. ومهما حدث معها لا تخرج. وتذهب تصلي حتى لا تتوضأ للصلاة. بنفس ليش؟ لأن الصلاة هنا جاءت ضمنا للطواف. نعم. كالنافلة للفرض. جزاك الله. نعم. فتفعل ذلك. وأيضا إذا الصلوات عند دخول الأذان تتوضأ وتصلي الفريضة والنوافل التابعة لها فقط. نعم. وهكذا مع كل صلاة. نعم. أم حسن هناك أوقات يعني أهلها يعطونها بعض الأموال في المواسم، لو اشترت بهذه الأموال بعض الأشياء في البيت ثم بعد ذلك لما يوسع الله عز وجل على زوجها ببعض المال تأخذ منه دون أن تعلمه أن المال ده مالها هي. هو الآن لازم ننظر نلفت الانتباه لشيء. إذا كان هو اللي أعطاها من نفسه، قالت يعني أعطاها هذا مصروف في البيت وأخذ منه لها ذلك، معناها لما صرفت في البيت بطوعية وهذا مالها كان هذا من باب الهبة لا تترد. لكن هي لو دفعت المال دفع لها المال على الإطلاق وأخذت هذا المال وأخذ منه ما دفعت ليس فيها ثمة شيء. أما نعم. إذا هي أخذت منه دون أن يعلم فليس لها ذلك. نعم. جزاك دون الله أن يعلم ليس لها ذلك. جزاك الله خير شيخنا الكريم. يبدو أن السؤال بتاع الأخ أحمد سؤال طويل محتاج حلقات. نعم. البر والمودة. البر هو طبعا يعني أنا سأقول المسألة بأسرها أنه قال
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم. فهو الفرق بين البر والمودة حقا يعني هو كان ذكيا في السؤال، وأن سأقتصر فقط على ذكائه ليعقل ما وراءه. أقول أما المودة فحرام بالإجماع، المودة حرام بالإجماع، وأما البر فهو مناسب ومستحسن وكمال، ومعنى البر هو حسن الخلق بالقسط والعدل، جزاك الله، دون الظلم دون التعدي، لا على مال ولا على عرض ولا على بدن. فيكون المسألة على الإحسان بوضع شيء في موضعه دون المظلمة دون المظالم، هذا هو البر. هناك من خلط وقال أن البر مودة. جزاك الله خير. أحسن الله. الأستاذ إسماعيل، صورة من صور البيع، إنسان عنده دكان أو عنده محل وليس عنده السلعة المطلوبة، يذهب إليه البعض، عنده مكان، هو تاجر نعم، لكن أحيانا ما يكونش عنده أو عنده مال، خلينا نقول إن هو ليس تاجرا ولكن يتاجر حسب ما يطلب منه من البضائع. شيخي كريم نعم. أريد ثلاجة، أريد هاتف، أريد نعم. هذا الكأس نعم. يذهب ويشتري ويتملك ثم يبيع، ما حكمه بالتقسيط طبعا، ما حكم هذه البيعة؟ طب هنا فيها خلاف من المعاصرين، من قال بأن هذا ربا وتحايل على الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه فجملوه فباعوه، ثم ماذا سمى؟ قال فأكلوا ثمنه، وما أكلوه لكن سماه أكلا. في هذا التحايل لا يقع، يعني الحيلة لا تقع على الله جل في علاه، سبحان ربي العظيم، العملة الزائفة لا تروج على الله. فقالوا إن هذا ربا، والحق هذا قول الأئمة الأربعة بأنه ما دام قد اشترى وتملك، وكما لفت الانتباه حضرتك، وحاز نقل إلى مكانه، صح له البيع وليس فيها ثمة شيء. لأن ابن عمر اشترى زيتا فجاء رجل فأربحه فيها دراهم، فأراد أن يبيعه فوجد من يضربه على كتفه، فنظر فوجد من؟ زيد. قال له أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال كيف؟ فقال له نهى رسول الله، قال إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى يحوزه، وفي رواية فلا يبيعه حتى ينقله، فلا يبيعه حتى يقبضه. القبض تمام القبض بالنقل، يكون ده تمام النقل، لأن البيع لا يصح إلا بتمام الملك. فهنا إذا قلنا أنه وسيط يريد له صورتان، وهو صورهما، الصورة الأولى جال زيد قال لا أريد ثلاجة، قال من وين؟ من هنا، اذهب اشتريها وما لك شأن، اتصل فيه قال الفلوس عندي أنا سأتيك بها، وجعله يشتري أخذ، هذا قرض جر نفع، هذه الصورة لا تجوز، لأنه لا هو مالك ولا هو تاجر ولا هو بائع. الصورة الثانية لا، هو اشترى وأخذ ونقل، وجاء زيد أخذ من عنده من بيتي أو من مكانه الثلاجة، فهذا بيع صحيح لا شيء فيه ولا غبار، وله أن يربح مثل ما يعني كيف ما شاء دون أن يعني يكون الغبن فاحش. جزاك الله خير. لو معنا اتصال أو اثنين يا أستاذ عدنان. الأم مازن، حكم لبس الدبلة، حكم لبس الدبلة للنساء، يعني ما حكمها شيخي الكريم؟ يعني الآن الدبلة أيضا فيها ما فيها من الكلام، لأن البعض يرى بأن الدبلة أن الإنسان في بيعتقد فيها أنه تمس عرق، العرق هذا يمس القلب، فيجعل الألفة والمودة بين كم واحد لابس دبلة، وكم واحد عنده مشاكس ومشاكل، يعني لو كم واحد أصلا نراه لبس الدبلة على هذا الباب، وكان الأمر على غير ما يعتقدون. فإذا كان المسألة تمس الاعتقاد بهذا الباب فهذا هذا من التمائم، ولا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال. إذا كانوا يعتقدون هذه العقيدة بأنها تمس عرق، العرق يمس القلب ويؤلف بينهما، فهذا لا يجوز، أن هذا من التمائم. نعم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وأما زكاة المسألة على أن هي امرأة تتحلى بالذهب وهو من الذهب، والرجل ليس له بهذا شأن، لها أن تلبسها على أنه تحلي بالذهب، لا على أن هذه علامة على الخطوبة. نعم، لأن الناس الآن في هذا الباب كما قلت، إذا كانت تمثل العقيدة أو إن كانت المسألة عرف وعادة، بقى الناس الآن يقولون أن البنت لو خلعت الدبلة شوف ده ما بتحبوش، دي بتكرهه، يبقى أكيد بتعرف واحد غيره، كلام العوام. هذا الباب، من الذي رسخ في قلوبهم هذه العقائد؟ إن كانت تتحلى بها فلتتحلى، نعم، أو من ينشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين، غير مبين، لكن إن كانت على 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 على, على العقيدة فليس لها أن تلبسها بحال. جزاك الله خير. يبقى هي ونيتها يعني. نعم، هنا المسألة واصلة إلى ذلك. جزاك الله خير.
الأستاذ محمد لعله يكون اتصال أخير في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخي الحبيب، تفضل. ارفع صوته من فضلك أخي الحبيب، كتر خيرك، تفضل. ارفع الصوت. بقول لك يا شيخنا، كنت عاوز أعرف حكم الملح على الجورب المقطع. الجورب المقطع الممزق. حاضر، في أمان الله. نعم شيخنا الكريم، نجيب الأخ محمد. نعم، الحق أن جمهور العلماء يرون عدم المسح عليه طبعا، لأنه يشترطون شروطا في المسح على الخف أو الجوارب، أنه لا بد يكون كالخف على شروط التي اشترطها العلماء كما تعرف في الفروع. ولكن الصحيح الراجح الذي ندين الله به والمسألة خلافية، بأنه يصح المسح على الجوارب الممزقة لأمرين. الأمر الأول، غزوة ذات الرقاع. لما سميت غزوة ذات الرقاع؟ لأنهم ما كان عندهم خفاف ولا نعال ولا شيء، كانت لفائف على الرجل يمشون بها ويمسحون عليها. طبعا لفائف لابد يكون فيه فوارق، فهذه كالمخرق. أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العصائب والتسخين. التسخين ما معناها لغة؟ كل ما يسخن به الرجل يدخل في التسخين، يبقى الخف والجورب. فيصح، ولما قال على التسخين لم يشترط شروطه ولم يفرق بين ممزق او غير ممزق، لا سيما ان الصحابه اصاله في العهد القديم ما كانوا يملكون حتى الخفاف على وجهها المعلوم، فكانوا فقراء جدا. فلذلك نقول التيسير هو الذي يوافق اصول الشرع وروح الشريعه. فالمسح على الجوارب وان كانت مخرقه جاز ذلك، وان كان الخروج من الخلاف مستحب، الاولى له أن ألا يفعل، لكن لو فعل جاز وصلاته صحيحة وطهارته صحيحة. دكتور محمد حسن عبد الغفار، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أمين. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وشكر لكم. نسأل الله يجعل مساعينا ومساعيكم في مرضي يا رب، وأن يغفر لنا يعني الزلات والسقطات والهنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. اللهم أمين. نحن وأنتم والمسلمون والمسلمات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترنا بسترك الجميل هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر